بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة من على كتاب يلي غيكومبخوند. إذن كنا قد توقفنا مع أبورد لامير. في هذه الفقرة إن شاء الله سنبدأ بهاد المعطيات التي عندنا هنا. إذن عندنا أولا لو فوكابيلار، إذن نتكلم عن مصطلحات. إذن عندنا كما رأينا لوكي بدي باغ إكزومبل، لو تران سارات او بور دو كي، لو تران سارات او بور، راينا فيما سبق او بور دو لا مير، هنا عندنا او بور دو كي. اذا كما نتكلم على جانب الرصيف، كما نقول بان القطار يتوقف على جانب الرصيف، او بور عندما نقول على ضفه المقصود على جانب. اذا لو كي لو كي لو تران سارات او بور دو كي، لو تران سارات او بور دو كي، اذا القطار يتوقف او بور دو كي على جانب الرصيف. il y a des voyageurs sur le quai، il y a des voyageurs sur le quai، هناك مسافرون sur le quai فوق الرصيف. on peut dire aussi sur la deuxième image montre le quai de la gare، على الصوره الثانيه كما راينا فيما سبق montre le quai de la gare. إذن على الصورة الثانية، voilà c'est la deuxième image، regardez là on a la première image، ensuite qu'est-ce qu'on a، on a ici la deuxième image، alors montre-moi le quai، voilà c'est le quai au bord duquel se trouve le train، الذي على جانبه يوجد القطار. إذن voilà c'est le quai sur lequel marchent les voyageurs، sur lequel se trouvent les voyageurs، الذي عليه يوجد المسافرون. إذا نتكلم عن لوكي. أبخي هنا أن فون فخي. إيسي هنا كومبار أن فون فخوا، كومبار أن فون فخوا، أن فون فخي، أن فون فخي، أن فون شو، أن فون شو، أن فون بغيلون، أن فون بغيلون. إذا كومبار بيان سور سي لو فيرب كومباري كونجيغي أ لامبيراتيف. إذا عندنا فعل قارنا مصرف الأمر. إذن عندنا هنا كومبار يعني قارن، قارن. المطلوب هنا مقارنة ماذا؟ كيس كون دو كومباري؟ أون فا كومباري أن فون فخوا، أن فون فخي، أن فون شو، أن فون شو، إي أون فا أن فون بغيلون، أن فون بغيلون، أن فون فخي، أن فون فخي، كما قلنا فيما سبق، كما نقول ريح منعش. أن فون فخي، كما نقول ريح منعش، هو بارد طبعا، لكن ليس بالبرودة القاسية إن صح التعبير. إذا كومبار أن فون فخوا، إذا قارن ريح باردة، أن فون فخي كما نقول ريح منعش، إي أن فون شو، إي أن فون شو، ثم ريح حارة، إي أون فا أن فون بغيلون. إذا نتكلم عن ريح حارقة. أحيانا نتحدث عن لو فيرب بغيلي، أحيانا نتحدث عن بغيلي فعل أحرق. بغيلي كسكنا أوسي هنا دو بونور، دو بونور كما رأينا فيما سبق، كما نقول ساعة جيدة، ولكن كما قلنا نتكلم عن وقت مبكر، نتكلم عن وقت مبكر. إيل سو كوش دو بونور، إيل سو كوش دو بونور، إذا هو ينام مبكرا. طبعا هنا طبعا عندنا لو فيرب سو كوشي، الفرق بينها وبين لو فيرب دورمير. ممكن نقول مثلا il dort، il dort de bonne heure، هو ينام مبكرا. دور عندما نتحدث عن لو فيرب دورمير المقصود انك تنام، هنا نتحدث عن لو فيرب سو كوشي يعني نتكلم عن الاستلقاء في الفراش، ان يستلقي الانسان ويتمدد بشكل افقي، بشكل افقي. ممكن انه لا ينام، لكنه انه مستلقي على السرير او في مكان النوم. اذا نتكلم هنا عن لو فيرب سو كوشي، إذا هنا نتكلم عن لو فيرب سو كوشي. الاستلقاء هنا نتحدث عن استلقاء للنوم باكرا حتى لو لم ينام. إذا إل سو كوش دو بونور، إل سو كوش دو بونور. إذا تجاوزا نحن نقول بأنه ينام باكرا أو مبكرا. إل سو كوش طو، إذا المقصود بهنا إل سو كوش طو، نفس الشيء. إذا هو ينام باكرا أنا فيغ دي سواغ، مثلا التاسعة مساء، عند الساعة التاسعة مساء، أو بتات خافون، أو ربما
أو بوتيتر أفون أو ربما قبل. المقصود أو ربما ينام قبل التاسعة مساء. إذن هنا نقول il se couche de bonne heure ou bien il se couche tôt. Ensuite on a des phrases comme nous le voyons ici. La première phrase que nous pouvons rencontrer bien sûr, on peut trouver des phrases avec ce terme par exemple prendre le train. Il a pris le train. On a le verbe prendre. عندنا فعل أخذ prendre le train أخذ قطار. Ici on a il a pris le train. On a conjugué le verbe prendre au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Il a pris. Bien sûr, pris, c'est le participe passé du verbe prendre. C'est le participe passé du verbe prendre. Et de nada ou le participe passé le chasse fait le prendre. Il y a connu une dena akada. Pris. Il a pris le train. Il de nawa akada al qatar. C'est que le mal mardi. Ou bien, il a pris le car. Il a pris le car. Je peux dire aussi, moi, j'ai pris le car. Un akhatou. الحافلة. أو بيان إلى بري لافيون. إلى بري لافيون. إلى بري لافيون. إذن هو أخذ الطائرة. أو نقول مثلا نوزافون بري لافيون. كيما تنعرفو كما قلنا فيما سبق مي تنصرفو واحد الفعل فواحد لو طون كومبوزي واحد الزمان مركب بحال هذا مركب من لوكسيليير افوار. هنا ممكن نجد فعلا آخر مصرف مع لوكسيليير اتر مصرف مع لوكسيليير اتر. لكن هنا عندنا لو فيرب بروندر مصرف مع افوار لان هذا ايل انه اخذ ماذا هذا اخذ القطار. اذا طبعا الفعل غيتصرف مع افوار كما قلنا ملي تكون عندنا واحد الزمن مركب اللي تيتصرف هو هذا تيتصرف المساعد. هذاك المساعد هو اللي تيتحمل التغيرات اللي تتوقع له مع كل ضمير. أما الفعل المراد تصريفه في الزمن المركب اللي تيجي مع المساعد فهو تيبقى واخد واحد الصيغة معينة من الأول ديال الصرف تقريبا حتى الأخر إلا إذا تصرف مع إتر. هنا تيولي يبان عليه التأنيث تيبان عليه التذكير تيبان عليه الجمع المؤنث إلى غير ذلك. هنا فتيكونو بعض التغييرات مع أفواغ. كاين حالات قليلة ملي تيكون سابقو ضامر معين. اذا طبعا تعود على واحد الشيء مثلا سنرى بعض الامثله فيما بعد. اذا عن هاد الحالات الى بري اذا هو اخذ لو تران اخذ القطار. اذا ممكن نقول مثلا نو زافون بري نحن اخذنا. اذا نقول هنا نو زافون هل يتغير جي تيا الى الى بري نو زافون بري وزافي بري ils ont pris. تتبقى هاد بخي من الاول حتى الاخر. اذا نو زافون بري لو تران نحن اخذنا القطار. او بيان نو زافون بري لو كار نحن اخذنا الحافله. او بيان ils ont pris l'avion هم اخذوا الطائره. elle a pris le bateau اذا هي اخذت السفينه. مثلا فاطمه a pris sa voiture. فاطمه a pris sa voiture. إذا فاطمة أخذت سيارتها. أو نقول مثلا أحمد a pris sa voiture. أحمد أخذ سيارته. هذا فيما يخص هذا التيرم prendre le train. طبعا ممكن نصرف طبعا لو فيرب بروندر ماشي في لو باسي كومبوزي فقط. ممكن نصرفه في البريزون. في البريزون نقول مثلا pour l'instant je prends le train. في هذه اللحظة أنا آخذ القطار. je prends. إذا هنا الفعل غيتصرف بوحدو مادام مكانش مع المساعد لا إتر ولا أفواغ. لحقاش لو بخيزون هو واحد من الأزمنة البسيطة ماشي مركبة. جو بخون لو تران. أو نقول مثلا نو بخونو لو كار. نحن نأخذ الحافلة. نو بخونو لو كار نحن نأخذ الحافلة. أو نقول مثلا إل بخان. طبعا خاصنا نكونو حافظين الصرف ديال لو فيرب بروندر مثلا وكل الافعال مثلا خاصة منها الافعال الكثيرة التردد. اذا نقول مثلا جو برون تي برون إل برون نو برونون فو بروني إل برين إل برين هم يأخذون. اذا مثلا نقول إل برين لو باطو. او نقول مثلا فو بروني فو فواتور
أنتم تأخذون سيارتكم؟ إذا كان كل واحد عنده سيارة، أو نقول مثلا vous prenez votre voiture، vous prenez votre voiture، أنتم تأخذون سيارتكم، مادام أن السيارة لكم مجموعين. ثم عندنا passez quelques jours au bord de la mer، passez quelques jours au bord de la mer، إذن يمضي بضعة أيام au bord de la mer يعني على ضفة البحر، كما نقول على جانب البحر. إذن هذا au bord كما رأينا فيما سبق، ما الأمثلة التي رأينا يعني في الضفة أو على الضفة، وممكن أن تعني كما عندنا هنا على جانب au bord du quai، على جانب الرصيف كما نقول على ضفة الرصيف. إذن passez quelques jours au bord de la mer، je peux dire par exemple je vais passer un mois à la campagne. إذن moi par exemple je vais passer un mois à la campagne. أنا كمثال أنا سأمضي un mois، سأمضي شهرا à la campagne يعني في البادية، في البادية à la campagne ou bien à la ville أو في المدينة. كما تنشوفون عندنا je vais passer، هنا عندنا aller، هنا عندنا le verbe aller. نقول مثلا je vais à l'école، انا اذهب الى المدرسه. هنا لو فيرب الي هو المستهدف، هو المستهدف في الصرف. je vais à l'école، انا اذهب او انا ذاهب الى المدرسه. لكن هنا المستهدف هو passé، هو امضى. انا سامضي، س استعملنا هذا لو فيرب الي. ذكرنا فيما سبق أن هذه الصيغة تسمى لو فيتور بروش، المستقبل القريب. تنتكلموا على واحد المستقبل اللي غيوقع قريبا جدا. جو في باسي، أنا سأمضي أن موا يعني شهرا على كومبان في البادية. جو بو دير أوسي إلي طالي، إلي طالي باسي وي جور شي سون فخيغ، إلي طالي باسي وي جور شي سون فخيغ. إذن هو ذهب ليمضي. il est allé passer 8 jours chez son frère. هنا عندنا il est allé، إذن هو ذهب. هنا عندنا اللي مصرف هو le verbe aller، عجبنا من بعد منه le verbe passer. إذن il est allé هو ذهب ليمضي. le verbe aller هنا راه مصرف في le passé composé. il est allé passer 8 jours، إذن هو ذهب ليمضي 8 أيام شي سون فخيغ، عند أخيه. إذا مشي دوز 8 أيام مع خوه. إلي طالي باسي وي جوغ شي سون فخيغ، باسي كيلكو جوغ، باسي أن موا، أن يمضي الشخص شهرا مثلا، أو بيان باسي كيلكو سومان، أن يمضي بضعة أسابيع. إذا ممكن نذكر المدة الزمنية، ممكن أنه يكون لو جوغ، لا سومان، لو موا، les vacances إلى غير ذلك. il est trop tard pour se baigner، il est trop tard pour se baigner، إنه جد متأخر، الوقت جد متأخر. هاد إن بحال لا تعود الوقت، كما قلنا ستامبرونو ان بيرسونيل، هادي لا تعود على الأشخاص كما ذكرنا فيما سبق. كما نقول بأنه ضمير غير شخصي، ستامبرونو ان بيرسونيل. il est trop tard، إذا هو جد متأخر، كما نقول بأن الوقت جد متأخر. il est trop tard pour se baigner، من أجل السباحة. إذا نقول مثلا il est trop tard pour aller au cinéma، il est trop tard pour aller au cinéma، إنه جد متأخر للذهاب إلى السينما. إذا ما بقينا فين نمشيو، راه الوقت تأخر بزاف باش نمشيو للسينما. il est trop tard pour aller au cinéma، الوقت متأخر للذهاب إلى السينما. il est trop tard pour aller au marché، إنه جد متأخر للذهاب إلى السوق. إذن هذه جمل طبعا نستعملها بشكل يومي. il est trop tard pour aller au souk، إذن هو جد متأخر للذهاب إلى السوق. أو نقول مثلا il est trop tard pour aller à la plage، il est trop tard pour aller à la plage، إنه جد متأخر للذهاب إلى الشاطئ. أو دوطخ فراز باغ إكزومبل il est trop tôt، il est trop tôt pour se lever،
إنه جد مبكر pour se lever, الاستيقاظ. المقصود عليك أن تبقى نائما لأن الوقت. هذه عكس جد متأخر. عكس متأخر. Il est trop tôt. لا نتكلم عن il est trop tard. Trop tard. إنه جد متأخر. هنا il est trop tôt. إنه جد مبكر pour se lever, الاستيقاظ. طبعا se lever ممكن أنها تعني وقف من مكانه أو استيقظ، يعني كما نقول وقف من السرير. Il est trop tôt pour se lever. إذن ممكن أن طفلا صغيرا يستيقظ باكرا فتقول له مثلا Il est trop tôt pour se lever. إنه جد مبكر أن تستيقظ الآن، عليك أن تبقى نائما. Bien sûr, on a aussi d'autres phrases. Par exemple, il ira sur la plage demain matin. Il ira sur la plage demain matin. إذن هو سيذهب على الشاطئ، مقصود إلى الشاطئ، demain matin، غدا صباحا. غدا صباحا. Il ira. Bien sûr, on a ici le verbe aller conjugué, comme nous l'avons dit, au futur simple. إذن عندنا le verbe aller conjugué au futur simple. إذن عندنا فعل ذهب مصرف في المستقبل البسيط. Il ira sur la plage demain matin. إذن هو سيذهب. طبعا هذا سيذهب ماشي بحال هذه سيمضي أموا شهرا. هذه قريبة، هذه قريبة بالمقارنة بهذه، بل أكثر من هذا. رأينا فيما سبق من التي سبقها لو فيتور أونتيريور، ملي تنتكلم على شي حدث ممكن يجي في واحد الحالة معينة، هذا الحدث يسبق حدث آخر في المستقبل. ممكن أن لو فيتور سامبل يسابق لو فيتور أونتيريور اللي تعبر على واحد حدث تيجي قبل. إذا ممكن أن لو فيتور سامبل يجي قبل منه لو فيتور أونتيريور اللي تعبر على واحد الحدث اللي تيجي قبل. إذا لو فيتور سامبل هو واحد الزمان ديال المستقبل اللي ممكن أنه يجي على واحد الوقت. إذا الحدث الأول اللي غيجي أولا ممكن نعبر عنه لو فيتور أونتيريور كما رأينا. إذن il ira sur la plage demain matin. إذن هو سيذهب إلى الشاطئ demain matin غدا صباحا. Dans d'autres phrases par exemple, il est allé sur la plage hier matin. Hier matin. إذن هو ذهب، شوف هنا عندنا il ira، هو سيذهب، هو سيذهب. عندنا هنا المستقبل، لكن هنا عندنا le passé composé. عندنا ماضي هنا. إلي طالي هو ذهب، يعني مشى وانتهى الأمر. مشى سور لا بلاج، على الشاطئ، ذهب إلى الشاطئ. متى؟ كون كونت إلي طالي سور لا بلاج إيغ ماتان. إذا هو ذهب بالأمس صباحا، أو بيان إيغ سواغ، أو بالأمس مساء. إذا نقول مثلا إلي طالي سور لا بلاج hier soir. إذن هو ذهب إلى الشاطئ بالأمس مساء. إذن طبعا يمكن تغيير هذه الجمل، تغيير زمانها، تغيير بعض المعطيات فيها طبعا على حساب الحاجة. إذن il est allé sur la plage hier matin. hier matin. إذن هو ذهب فوق الشاطئ بالأمس صباحا، أو bien hier soir، أو بالأمس مساء. Dans d'autres phrases par exemple, on peut avoir il ira sur la plage demain soir. Il ira. Bien sûr, ici on a le futur simple. Il ira. هو سيذهب. طريقة ديال الصرف ديال le verbe aller في le futur simple. نقول مثلا j'irai. J'irai à la plage demain matin. أنا سأذهب إلى الشاطئ غدا صباحا. Ou bien demain soir. أو غدا في المساء. نقول مثلا tu iras. أنت ستذهب أو أنت ستذهبين أو مارشي إلى السوق demain matin غدا صباحا. إذن tu iras au marché demain soir ou bien demain matin. إذن نقول j'irai. j'irai. tu iras. il ira. il ira. كما عندنا هنا. ثم nous irons. nous irons. نحن سنذهب. إذن نقول مثلا nous irons à la plage demain matin.
نحن سنذهب إلى الشاطئ غدا صباحا. Vous irez, أنتم ستذهبون. إذا نقول مثلا vous irez au marché demain matin ou bien vous irez à l'école, أنتم ستذهبون المدرسة demain matin ou bien demain soir, غدا مساء. ثم نقول في النهاية ils iront à la plage demain matin. إذا هم سيذهبون إلى الشاطئ غدا صباحا. Ils iront à la plage demain matin. إذا هم سيذهبون إلى الشاطئ غدا صباحا. طبعا في مبادئ عندنا بعض الكلمات كما عندنا هنا متضمنة لـ on، مثلا les vacances العطل، المقصود العطلة هي تجي هكذا في اللغة الفرنسية تكون جمع، كلمة عطلة هي جمع في اللغة الفرنسية نقول les vacances. ثم عندنا dans le ciel، dans le ciel في السماء، six ans ست سنوات، six ans نقول مثلا il a six ans، هو عنده ست سنوات مثلا. ثم عندنا un maillot blanc إذا نتكلم عن لباس سباحة، blanc أبيض، طبعا الصلة تنطق blanc إلا في حالة المؤنث نضيف he، إذا فنقول blanche يعني بيضاء. ثم عندنا en voiture في السيارة، مثلا je voyage en voiture، أنا أسافر السيارة. ثم le vent frais إذا نتكلم عن ريح منعش إن صح التعبير أو بارد شيئا ما. un enfant إذا نتكلم عن طفل un enfant، إذا كل الكلمات تتضمن هاد on. ثم عندنا pendant أثناء les vacances، أثناء العطل، أثناء العطلة. عندنا هاد am ملي تتجي قبل، إذا ملي تكون عندنا am قبل من بي إذا تسمع بحال an، إذا بحال دابا عندنا هنا عندنا am بي، إذا هاد am تسمع كأنها on. La chambre كمان وعندنا هنا an، la chambre الغرفة. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.